بسمة. ايوه اهلا يا بسمة، مساء الخير، مساء النور، اهلا بيكي. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا ساس؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. معلش انا سؤالي للدكتورة مي، كنت عايزة اسأل القلق والخوف هل ده ممكن يجي من الوراثة من الاب او الام؟ تمام، شكرا يا حبيبتي على السؤال. بالنسبة للسؤال بتاعها، هو احنا بس محتاجين نعرف حجم الوراثة قد ايه في حياتنا، عشان بس احنا ناس كتير بتقول الوراثة. طبعا في بتبقى وراثة، بس هي بتبقى بنسبة 20% بس. زي ما مثلا يكون الوالد او الوالدة عندهم سكر، هل بالضرورة انا يجيلي سكر؟ لا، ده بيعتمد بقى على نظام الحياة اللي عشته بعد كده، من الافكار اللي تلقيتها، احداث الحياه، يا اما هتبين لي السكر ده او لا. نفس الفكره في القلق والتوتر، هل انا احداث الحياه بتاعتي كانت حافله باحداث كتير موتره او مقلقه؟ هيبتدي بقى الايه، عامل الوراثه يبتدي يشتغل. لكن مش كل واحد عنده عامل وراثه لاي حاجه ايا كانت هي لازم هتظهر عليه بعد كده. تمام، وبتبقى 20% فقط، وحسب في الحالات العوامل النفسيه والظروف اللي احنا والظروف المحيطه بالشخص. تمام.